السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم بالقناة ديالي وديالكم. كيف كتشوفوا اليوم غادي نديروا الطبق بالبايلة. البايلة معروفة كتقاد بالحوت. انا اليوم قلت غادي نديرها باللحم والخضار. علاش لا؟ هي الاسم ديالها الحقيقي هي البقايا، يعني يمكن لكم تعملوها باي حاجة، دجاج، لحم، حوت، يعني اللي بغيتو. عندي انا هنا اللحم ديال البقر، يعني العجل، لحم ديال العجل، وعندي الفلفل الالوان، جلبانه، اللوبيا الخضراء، خيزو، والقوق، والبصله، والحامض. نديرو شويه شويه من الحاجه. وعندي مطيشه هنا مقطعه، عندي ثلاثه د المطيشات. وعندي العطريه غادي نذكرها من بعد. المهم هانتوما تشوفوا، غادي دابا نقطع البصله. راك شفتو قطعت المطيشه، يعني مشلضه غليظه بحال الشكل ديال البصله. قطعتها كتجي هاد البايله زوينه بزاف، يعني وكتكال، يعني كتهنيكم شي شويه من داك المراق وديك اللي كتبدلو شويه. اللي ماشي غير كان الحوت عاد نديرو هاد البايله، يمكن لكم ديروها بالدجاج، يمكن لكم ديروها يعني باللحم، باي حاجه بغيتو. يمكن لكم ديروا هاد البايا غير بالخضار، بلا ما ديروا لا لحم لا دجاج لا والو لا حوت، يعني هي بقايا اي حاجه عندكم منها شويه شويه كديروها. اللحم كنقطعوا طريفات هكا صغار، ماشي صغارين، يعني تقريبا 100 غرام في الطريف، ولا كندير 4 صبيعات ديال الثومه هكا ما مقطعين ما والو، وجوج وريقات ديال الموسى. درت ثلاثه د الوريقات. عندي الملحه على حسب، كنزيدو شويه الملحه، يعني معلقه كبيره ومعلقه صغيره ديال الابزار، ونص معلقه ديال عرق الخرقوم، وشويه ديال الزعفران الحر. كديروا الملحه بزايد لان الرز كياخذ تياخذ الملحه. صافي هانتوما دابا غادي ندير الزيت، زيت الزيتون. غادي نديرها فوق النار، دابا عندي الروز اللي غادي نستعمل هو هذا سيغالا، البكيه الزرقاء، وعندي زلافه باش غادي نعبر. هذا الروز هو اللي راك تشوفوا مصوره فيه نيت البايا، كيجي زوين فرزو مزيان. كنقطع هاد البصله بقات لي، غادي نقطعها حتى هي، نضيفها للطنجرة. غادي نخلي الطنجرة تقلى بشوية، وانا كنقلب مرة مرة اللحم حتى نشوفه تحمر من كل الجوانب ديالو، والمطيشة الشعلين دبالت هي والبصل. عاد نمرق، وانتم معايا لاحظوا معايا الفيديو مزيان، حيت هاد المراحل هما اللي مهمين باش كتجي البايا لذيذة وزوينة.
دابا ملي نتشحر لي اللحم غادي نمرق، غندير زلافه، انا غادي العبار ديالي زلافه وربع ديال الرز، غادي ندير جوج زليف د الماء ونص، يعني القياس ديال الزلافه جوج زليف وربع هو نص زلافه د الماء، وغادي نزيد غير شي شويه على حسب منين كتسد على الكوكوط وكيطيب اللحم وداكشي، راه كتعرفوا كيمشي واحد تقريبا نص كاس ديال الماء كتنشف صافي. وغادي نسد على اللحم نخليه حتى يطيب، وعاد نتلاقاو باش تشوفوا المرحله الثانيه، يعني اللي غادي ندير فيها الخضار. هانتوما دابا راه اللحم طاب ولا كيتقطع بسهوله يعني ولا فتيتي. غادي ندير الخضار ما عدا الفلفل الالوان والحامض ما نديرهمش لانهم دغيا تيطيبوا، هادوك ترميهم مع الرز نيشان صافي. دابا غادي نرمي هاد الخضار، ومن واحد دوز واحد ل 15 دقيقه كنحيد القوق، وعاد تنرمي الرز والفلفله والحامض، حيت القوق الا خليناه غادي دغيا يفتى، هو دغيا كيخصو يكون شي شويه كروكون. دابا بعد ما طاب لينا الخضار حيدت صفيت القوق حيدته باش ما يزيدش يهرق مع الرز، وغادي دابا نرمي الرز يطيب بعد ما نكون غسلته مزيان ونشفته، وغادي نعاود ندوق المراق، غادي ندير شي شويه الملحه لان ضروري الرز كيبغي الملحه، يعني الا درنا غير القياس ديال المراق لقينا هو هذاك خصنا نزيدو شويه حساب الرز، من غير يتزاد ضروري خصو الملحه ديالو. هنا الرز دابا درتو، غادي نحطو فوق البوطه ونقص عليه العافيه مهيله، وندير دابا فوق منه الفلفله والحامض، والعافيه تكون مهيله والغطا ما تكونش مغطيه كومبليتوم، يعني تخليها شويه بحال مبسمه باش ما يتعجنش الرز. الفلفله غادي نزيد نقطعها على جوج لان جاتني كبيره على الحجم ديال الخضار. طاب فوق البوطه من با يعني ربع ساعه تكون وجدات صافي. دابا غادي نصبها قدامكم تشوفوا كيفاش الرز مفرز، حاولوا تزينوها بالطريقه اللي عجبتكم، ونتمنى هاد الطبق ينال رضاكم، وما تبقوش معولين على الحوت عاد ديروا البايا، يمكن لكم ديروها بحالي هكا باللحم، يمكن لكم ديروها بالدجاج، يمكن لكم ديروها بلا والو غير الرز والخضار، حتى هو راه صحي للوليدات. وما تنساوش اللايك واشتراك الى عجبتكم القناه بطبيعة. ونتمنى من الله توصلوني حتى ل 100,000 او مليون مشترك باش نفيدكم ونستفيد منكم، وتبارك الله عليكم والهلا يخطيكم عليا، وبسلامة عليكم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.